بصبح على حضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وخلينا نبدأ أول مداخلاتنا النهاردة والبداية مع إعلان اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين عن فوز المهندس طارق النبراوي بمقعد نقيب المهندسين، وده بعد جولة الإعادة وشهدت الانتخابات إقبال وحضور كثيف على مستوى الجمهورية. معانا عبر الهاتف باشمهندس طارق النبراوي نقيب مهندسين مصر. برحب بحضرتك سيادة النقيب وببارك لحضرتك، وخليني أقول وشنا حلو على حضرتك. الله يبارك فيك، طبعا وشك حلو عليا. شكرا لحضرتك. يعني شاكر للقناة إنها استضافتني قبل الانتخابات على طول، وطبعا يعني العلاقة مستمرة من فترة بحضراتكم، فكل الشكر ليكم على الدعم اللي انتوا قدمتوه. مليون مبروك. الحمد لله الحمد لله، يعني نجحنا في هذه الانتخابات الصعبة، وربنا يقدرنا على الفترة الأصعب القادمة بإذن الله. الحمد لله ومبروك لحضرتك. يعني خليني أتكلم مع حضرتك يا باشمهندس طبعا عن أجواء الانتخابات اللي كانت صعبة جدا، وجولة الإعادة كمان، وطبعا في ظل المنافسة الصعبة اللي كانت موجودة في الانتخابات، حضرتك تقول لنا إيه يعني للمهندسين مصر على مستوى الجمهورية؟ طبعا يعني المشهد الانتخابي طبعا كان مشهد ممتاز على مستوى نقابة المهندسين وعلى مستوى كل النقابات المهنية. نعم. ان يعني نجحنا في ان احنا نقدم نموذج جيد جدا في معركة شريفة، ويعني اللجنة القضائية واللجنة العامة اللي ادارت الانتخابات ادارتها بشكل محترف، لم نشهد أي خروجات عن القواعد، وكان الشكل ديمقراطي وشكل مشرف للبلد وللنقابة. نعم. طبعا كل انتخابات لازم يكون فيها صعوبة، إنما الحمد لله إقبال الزملاء المهندسين ومشاركتهم بشكل قوي وفعال، والالتزام بالأخلاق وبالنظام يعني عايز أقول بالقيم العالية في الانتخابات، ادينا نموذج جيد جدا للبلد، ونتيجة الحمد لله. طبعا بشكر الزملاء وبشكر ربنا عليها، الحمد لله، ونستعد للي جاي بقى ان شاء الله. ان شاء الله. طيب على ذكر اللي جاي، يعني سيادة النقيب يتكلم مع حضرتك عن خطة العمل بنقابة المهندسين في المرحلة القادمة. اكيد احنا هنشتغل على محاور متوازية، عندنا برنامج يعني جيد ومحترم أقره زملاء المهندسين. هذا البرنامج مع بعض الإضافات اللي قدمها مرشحين الآخرين اللي هم لم يوفقوا في الانتخابات، وتضامننا جميعا في مرحلة الإعادة، كل هذه البرامج إن شاء الله هتتحرك على شكل متوازي. نعم. نستهدف مستهدفات محددة في تحسين الخدمات للمهندسين، تقديم نموذج شفاف لإدارة النقابة وإدارة المشاكل اللي هي موجودة فيها، يعني عندنا مشاكل طبعا خطيرة جدا متمثلة في قضايا التعليم الهندسي وقضايا البطالة وقضايا التدريب، كل دي ملفات صعبة ولابد ان احنا نقتحمها بشكل جاد. وخطتنا ان احنا نبدأ فورا العمل، وزي ما البلد كلها يعني فيها ثورة في سرعة الإنجاز، لابد ان نقابة المهندسين تمشي بهذا المعدل، وهنتحرك كلنا بعد تشكيل المجلس ان شاء الله بشكل قوي جدا ومتناغم مع الجميع، واثق في ان كل اللي متقدمين موجودين. نعم. على مستوى المسؤوليه، وهنعمل مع بعض باذن الله ان شاء الله. سياده النقيب، طب على ذكر الملفات ايضا، يعني في تساؤلات كتيره ومطالبات من المهندسين بالاهتمام بمشكله ملف الرعايه الصحيه والمشروعات المتوقفه، هل في يعني خطوات متوقعه في المرحله اللي جايه بخصوص هذه الملفات؟ بالنسبه طبعا ملف الرعايه الصحيه ملف هام جدا بيمس المهندسين كلهم، إن شاء الله وبإذن الله يعني في دراسات سريعة تمت قبل الانتخابات نستكملها في خلال أيام قليلة. نعم. بعد استلام النقابة، ولابد أن يرتفع سقف العلاج، لأن السقف الموجود حاليا أعتقد أنه لا يفي بالعلاج في ظروف الصعبة اللي احنا بنعيشها، فلابد أن يكون في علاج فوري وسريع لهذا الملف، وده هيحصل بإذن الله إن شاء الله. يعني على طول إن شاء الله. إن شاء الله. بشكر حضرتك خلال أيام. بشكر حضرتك جدا وببارك لحضرتك مرة تانية.
شكرا لحضرتك سيادة النقيب. متشكر جدا متشكر جدا، وبشكرك وبشكر كل الإخوة المستمعين مهندسين وغير مهندسين على يعني انهم سمعوني، واتعشم ان احنا نلتقي معاكم دايما في اكيد كل ان شاء الله. شرف لينا، بشكر حضرتك جدا. شكرا. والف مبروك. بشكرك باشمهندس طارق النبراوي نقيب مهندسين مصر، شكرا لحضرتك يعني، شكرا جزيلا.